الحليب لرامي، حليبي قوتي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي. مرحبا بكم مشاهدينا الأفاضل في عدد جديد من برنامجكم متعة الكشافة. إذن قمة المتعة، يسرني أن أستقبلكم في هذا الديكور الخارجي بالمخيم الكشفي الدولي بسيدي فرج. مشاهدينا، كنا تحدثنا في عدد سابق من برنامجكم متعة الكشافة عن فئة حساسة نشيطة ومثابرة في الفوج الكشفي، اللي هي فئة الزهرات، والتي تتراوح أعمارهن بين 7 و10 سنوات. وتحدثنا أيضا مع ضيفتنا في ذلك العدد عن خصائص هذه الفئة ومميزاتها وأهم البرامج الموجهة لها. هذه الزهرة عندما تتفتح أكثر وتكبر، أين الوجهة؟ هذا ما سنكتشفه مع ضيفتنا لنهار اليوم، القائدة إيمان عفير، عضو القيادة العامة والمسؤولة الوطنية لقسم المرشدات. مرحبا بك إيمان معنا، وشكرا لك على الحضور. أهلا بك الأختي هي، وشكرا على الدعوة. شكرا. قائدة إيمان، عرفينا أكثر بنفسك. مساء الخير، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أمعكم القائدة عفير إيمان، المسؤولة الوطنية لقسم المرشدات، متحصلة على شهادة ليسانس في الحقوق أو في العلوم القانونية والإدارية، وكذا متحصلة على شهادة الكفاءة المهنية لمهنة المحاماة، ولدي عدة مشاركات دولية ووطنية ومغاربية، وكذا موظفة في القطاع الخاص. ما شاء الله. إذا الزهرة بعد أن تبلغ سن 11، أين تتوجه في الفوج الكشفي؟ ما هو البرنامج الموجه لتكوينها؟ الإجابة عن هذه الأسئلة في هذا الفيتيار، تابعوا معنا ولن نعود بعدها. المرشدات، وهي المرحلة الثانية بعد الزهرات، تتراوح أعمارهن ما بين 11 إلى 14 سنة، والتي تعتبر البداية الأولى لمرحلة المراهقة والنمو عند الفتاة، بحيث يتم فيها اكتسابهن للقيم الأخلاقية والاجتماعية وإعدادهن لتكن شخصا منتجا لا مستهلكا فقط. وهذا من خلال إعطائهن الفرصة للانطلاق، التجديد والابتكار، وحتى للتفكير بطريقة صحيحة لحل المشكلات، مع اكتشاف وتنمية الميول والهوايات الشخصية. ويتم إعدادهن إعدادا متكاملا من جميع النواحي، لتكن مواطنات صالحات مؤمنات بالله، تسعى لخدمة المجتمع والبيئة تحت شعار كوني مستعدة. تعمل المرشدات في مجموعات صغيرة للتنافس في الأفكار والمهارات والعمل بشارات الهوايات وحياة الخلاء، رحلات الاستكشاف مع تعلم الخياطة، فن الطبخ وغيرها من النشاطات التي تساعدهن في تنمية قدراتهن لتكن أمهات في المستقبل. ومن صفات المرشدة مؤمنة بالله، صادقة القول، تبتسم للشدائد، رفيقة بالحيوان، نظيفة، تحترم الكبير وعطوفة على الصغير. نتوجه بسؤالي لك مباشرة قائدة إيمان، حدثينا أكثر عن مرحلة المرشدات. كما شفنا في الفيتيار دي هي مرحلة المرشدات تجي مباشرة بعد مرحلة الزهرات. هي مرحلة تكون من 11 سنة إلى 14 سنة،
وهي مرحلة مفعمة بالمغامرة والاستكشاف والأنشطة الجذابة والمثيرة والمتعة. طيب قائدة إيمان، يعني بعد ما تتفتح هذه الزهرة وبعد ما تكبر وتلتحق بقسم أو بمرحلة المرشدات، وش هي الحاجة اللي تميز أكثر يعني قسم أو مرحلة المرشدات؟ يعني وش هو الجديد الآن الفتاة لما تكون زهرة تلعب ودير نشاطات يعني خفيفة للطفلة، تساعد أي طفلة وتناسب الفئة العمرية تاعها كطفلة؟ الآن الطفلة بدأت تكبر، وشن هي النشاطات اللي تميز هذه المرحلة؟ هي لو كان ناخذوا فترة المرشدات أو مرحلة المرشدات عندها عدة جوانب. عندها الجانب تاعها العقلي أو الجانب تاعها التفكيري، المرشدة هنايا تفتح أكثر وتولي تطرح أسئلة أكثر وتولي تفهم أكثر. تفهم أكثر أكيد. وعندها الجانب الجسم تاني، يتغير الجسم تاعها وتولي تشوف عندها، تولي تشوف روحها كبيرة خلاص، راهي قادرة. أيوة، فيها في شكل امرأة صغيرة، تولي تشوف روحها قادرة وتكون عندها رغبة في القيادة، وتكون عندها رغبة في أنها تقود طليعة، ما بليش تبتكر أنشطة، هي تحب تكون دائما هي متميزة، دائما هي تكون متميزة. في هذه المرحلة هي كما نقولوا مرحلة، أنها صحيح أنها مرحلة كي يشوفوا العمر يقولوا 11-14 سنة الطفل ما زالوا صغر، ولكن هذه المرحلة اللي لازم نركزوا فيها أكثر، لأنه منها راح تنمو هذه المرشدة وتصبح أم وتصبح طالبة وتصبح ما على باليش أنا يعني موظفة. نبدأ نرسموا ملامح للمرأة يعني من هذه المرحلة السنية، ومنها تبدأ تخطط يعني مسارها سواء المهني أو الدراسي، وتمد مكانها في المجتمع. طيب. في المجتمع. قائدة إيمان، يعني وإحنا نتحدث على هذه الفترة السنية، يعني علاش بعد سن 11 خيرتوا أنها تكون مرشدة؟ يعني هذه الفترة السنية هل هي تخضع لمعايير مدروسة أو يعني كان اختيارها هكذا فقط؟ أكيد أنها تختار تكون معايير مدروسة، هي من تكون مضبوطة من طرف يعني دي بسيكولوج ولا يعني مدربين أخصائيين نفسيين ولا مدربين في المجال القيادي عندنا في الكشافة الإسلامية، واختاروا 11 سنة 14 سنة وهي تكون مده يعني ما يش كبيره بزاف، ممكن نقارنوها بالزهرات، فئه الزهرات، لانه لازم نعطوا لهم اللعب اكثر، لازم يتمتع بالطفوله تاعو. ما 11 14 سنه راح نبداو نبنوا لها انها تكون مشروع باش تكون قائده، باش تكون قائده مساعد قائده، يعني هكذا حتى وتصبح يعني فتاه او كما نقولوا مواطنه صالحه في المجتمع، تتميز بكل الأخلاق تاعها الدينية وحتى في مسارها الدراسي. قائدة أكيد إيمان، يعني أكيد. كنا تحدثنا في فئة الزهرات مع المسؤولة الوطنية للزهرات، وكنت أكدت يعني على الجانب الدراسي، هل هناك متابعة؟ هل هناك أكيد. الآن في هذه الفئة العمرية أيضا يعني الفتاة تبدأ تكبر ويبدأ يطلع المستوى التعليمي أكثر ويبدأ يصعب أكثر، أكيد. يعني هل هناك متابعة أيضا دائما في هذه الفترة؟ أكيد، هذه الحاجة اللي تميز بها الكشافة الإسلامية مقارنة بالمنظمات ولا الجمعيات الأخرى، أن نتابع الطفل. مثلا نعطيك مثال في الفوج، أن القائدة كي تكون تخدم مع فتيات ولا تقول لهم، تحفزهم، تقول لهم اللي تجيب معدل أكثر ولا اللي تجيب مع بيش معدل، تكون واحدة عندها معدل متوسط، تقولها لو كان في الفصل الثاني راح تطلعي راح تحسني المستوى، راح نكفك ولا راح نعطيك جاي. ولا مثلا عندنا رحلات الخلوية، يقول لك اللي يجيب معدل مليح راح يروح الرحلة الخلوية وراح يكون هو رئيس الرحلة، ونعطولها يعني كل الامتيازات باش طيب في الأنشطة تاعكم قائدة إيمان، كنا نتابعوا في الفيتيار هناك العديد من يعني الكلمات ولا الألفاظ اللي جديدة عليا أنا شخصيا، وجديدة ربما حتى على العائلة الجزائرية، مثل الطلائع، مثل شارات القيادة، مثل يعني هناك كلمات جديدة يعني حندخل بها العائلة الجزائرية، ماذا بك تبسطيها لنا أكثر؟ إذا حكمنا مثلا مرحلة المرشدات، أنا نحضر غير مرحلة المرشدات، نحضر على الفتيات فقط. إذا حكمنا مرحلة المرشدات راح نلقاو في كل فوج وحدة، الوحدة تتكون من 24 إلى 32 فتاة. طيب. وكل وحدة اللي عندها 24 أو 32 تقسم من 6 إلى 8 طلائع، وتسمى طالعة، يعني مجموعة صغيرة من الفتيات. طيب هكذا. وعندنا أيضا
اللي يرأس هذه الطالعة، اللي يرأس طالعة نسموها العارفة. العارفة هي التي تقود هذه المجموعة في مرحلة الزهرات سدوسة. سدوسة طيب. سدوسة. نسموها العارفة. العارفة هي تقود هذه الطالعة، تجتمع مع الطالعة وهي تجتمع مع مجلس الشرف، وهذا العارفة هذه تنتخب. تنتخب يعني كل وحدة تكون عندها برنامج تسيد تقنع صحابتها باش تكون هي العارفة. طيب. ومن بعد يعني حملة انتخابية دائما. طيب. تكون حملة انتخابية حتى أنها توصل ال ال عندها برنامج. فوالا عندها برنامج في الإقناع. أيوة أسلوبها في الإقناع. وبعدها عندنا قائد الوحدة اللي هو يكون يقود كامل الوحدة ومساعد. هي دائما قائدة يعني دائما فتاة. يكونوا قائدة فتاة أكيد. طيب. كنا نتحدث إيمان دائما على هاد وخصائص هاد المرحلة العمرية. الآن الفتاة في هذه المرحلة التي تعتبر حساسة خاصة مع بداية مرحلة المراهقة، هل هناك ربما معاملة خاصة للفتاة في هذه المرحلة اللي هي مرحلة المرشدات، أو ماذا تأخذون بعين الاعتبار في هذه النشاطات؟ يعني كي مثلا قسم المرشدات كيجي يسطر أنشطة للفتيات أو للمرشدات، هل يأخذ بعين الاعتبار أنه هذه الفئة حساسة وهي في بداية مرحلة المراهقة؟ هي دي هيك لو كان نقارنوا روحنا بقسم الكشاف نلقاو أنه قسم الكشاف عنده منهاج. منهاج هذا هو يسطرنا كل الأنشطة لتليق مع هذا الفئة هذه. هذه الفئة العمرية. عكس المرشدات. المرشدات الآن نقول أنها تعاني سواء النقص وفي نسبة العدد والانضمام إلى الكشافة الإسلامية، سواء على المستوى العربي ولا المستوى إحنا في الكشافة الإسلامية الجزائرية. وبعدها ما عندناش منهاج نمشي عليه. تما تلقي القائدة هنايا يعني تعمل مجهودها الخاصة باش تدير نشاط يليق بهذه الفتاة، باش تحمي هذه الفتاة من التسرب، وتحمي هذه الفتاة من المجتمع، توري لها أنها هي فتاة لازم تلحق لمستوى ما. طيب هنا في هذه النقطة ربما تديني في تفكيري قائدة إيمان، هل الفتاة في مجتمعنا وفتاة في العائلة الجزائرية بصفة عامة ربما تتربى على ديك الحشمة، تتربى على الحياء في البيت، لما عندهاش ربما الثقة ولا الشجاعة أنها تتوجه الواحد من أفراد العائلة أنه تحكي لها سره، دونك تبقى حاكمة هذيك لابريسيون الداخل، ما تقدرش تحكي مع إنسان. هل تأخذوا بعين الاعتبار هذا الجانب ربما توجهوها خاصة؟ أكيد، وهذا هو دور القائدة. جميل. دور القائدة تكون الأخت، تكون الأم، تكون الصديقة، تكون المقربة للفتيات، لأنها تسمعهم، تهدر معاهم، تشوف مشاكلهم، كلش تكون تعتني بهم حتى هما يولوا يوضعوا فيها ثقة ويشوفوها قدوة، يشوفوا قدوة أنهم يولوا يتبعوا غير في خطواتها حتى يولوا هما تاني هكذاك. ولهذا أنه نشوف أن الكشافة هي البيت ولا العائلة اللي بيد الأمينة، مع اليد الأمينة اللي تقدر تكون فيها الفتاة. طيب يعني احنا هنا سواء نهضر على الفتاة الجزائرية، الفتاة الجزائرية يعني. خاصة يعني بخصوصيات المجتمع الجزائري وبخصوصيات العائلة الجزائرية، هنا ربما نقدر نتوجه برسالتي للعائلة الجزائرية لنطمنها أنه الفتاة في هذه المرحلة وفي هذه الفئة السنية يعني اللي تكون فيها حساسة جدا، هناك أيادي أمينة في الكشافة الجزائرية الإسلامية وأيادي أمينة في مرحلة المرشدات، يعني ما تخافوش على ابنتكم في هذه المرحلة. إن شاء الله، وإن شاء الله نكونوا في حسن ظن العائلة الجزائرية. طيب إيمان، ربما نتحدث، كنا أيضا نشوفه في الفيتيار، كان يقول الفيتيار أنه نحضر الفتاة لتكون زوجة صالحة وأم صالحة وامرأة صالحة، يعني عمل كبير ويندار في الأرضية باش نلحقوا له. أكيد أنا كما سبقت قلت لك أنه المرشدة هي مشروع، أنها تكون مشروع قائدة وتكون مشروع أم وتكون مشروع طالبة، ولهذا لازم تكون عندها أرضية سليمة وتكون عندها أساس سليم حتى أنها توصل لهذاك المستوى، وتوصل لمستوى من الأخلاق، مستوى من التعليم، مستوى من أنها تكون مواطنة صالحة، ماشي غير في المجال، ما نهضروش غير على المجال الدراسي ولا المجال في المجتمع، وانها في المجال في الوسط العائلي تكون تمد. ونعرفوا ان الام الجزائرية واخوات الجزائريات يعني
الأم الجزائرية ما كاش كيفها، ما كاش كيفها، ما كاش كيفها في العالم. طيب ربما كنت تتحدثي على قائدة الفوج قائدة إيمان، يعني هذه القائدة اللي راح تكون قدوة لهذه الفتيات، هل يعني هناك صرامة في اختيار القائدات اللي راح يكونوا قدوة لهذه الفتيات؟ اكيد بعد الاستكمال القائده كل المراحل تاعها، ما احنا من نوبليج با باش تكون تجوز على مرحله المرشدات ولا على مرحله الزهرات ولا لا، لكن احنا كي تجينا الفتاه تجي عندنا الفوج وتحوس تدخل الفوج نحكموها نحكموها يعني ما يعني يكفي انها تكون مربيه صالحه راحت كي ولا جاتنا في مرحله القائدات مثلا راح تدير دورات، عندها دوره اعداديه راح تعدها باش تفهمها وشنو هي الكشافه وشنو اهداف هذه الحركه واش راح تخدم في هذه الحركه. بعدها مباشره راح تجي التمهيديه ايضا راح تزيد ترسخ لها المهارات الكشفيه والطريقه الكشفيه، لانه الطريقه الكشفيه الان نشوف انها طريقه جد حضاريه يخدموا بها في الـ في الـ في المنتديات يخدموا فيها في لانها تعتمد يعني على اساس واللي هو اساس المجموعات الصغيره ولا نظام المجموعات الصغيره. كي نهضروا على نظام المجموعات الصغيره سي لو ترافاي دو غروب، تدير الواحد هذا من بين اعمال ناجحه الواحد كي يلحق انه يلاكسبت لو غروب يحب يخدم مع لو غروب هذا تعرفي بلي مشروعه ولا دراسته راهي ناجحه. من بعدها مباشره راح تنتقل الى الشاره الخشبيه، الشاره الخشبيه يكون فيها المواضيع المهمه في الحركه الكشفيه اللي نعطيك منها مثال هي التخطيط للانشطه ولا التخطيط في الحياه يعني نهضروا في الحياه العامه كامل صفه عامه. هنا راح تشوف القائده وراح تكتشف وحدها تكتشف انه الكشافه الاسلاميه تعطيها مفتاح من مفاتيح النجاح ولانها تهتم بجوانب عده، ما نهضروش غير على الجانب الكشفي، ما تهتم بكل جوانب سواء الجانب البدني الجانب الصحي البيئي كل الجوانب. ولهذا انا نظن انه الواحد اللي يكون عنده كل هذه الجوانب انه انسان ناجح وفرد ناجح في المجتمع. طيب بعدها مباشره راح تروح للتدريب ومساعد قائد تدريب وقادة تدريب بالمناسبة يعني عمل كبير وين دار من أجل إعداد القائدة. أيوة بالمناسبة نحكي على مساعدات قائد التدريب، يعني كانت دورة اللي دارت في أفريل الماضي، ماشي أفريل لا سبتمبر على ما أظن، اللي كونت يعني بعض القائدات هي أنه ما كانش عندنا مساعدة قائد التدريب. قائدة إيمان قبل ما نواصلوا حديثنا ونواصلوا أركان البرنامج كنت تحدثتي على مفتاح من مفاتيح النجاح اللي تمنح لهذه القائدات، وأنا قائدة إيمان خصني مفتاح واحد للنجاح. أي بنقول لك التحقي بالكشافة، انضمي لصفوف الكشافة يكون طيب. كاع عندك المفاتيح ماشي مفتاح واحد. أوكي قائدة إيمان. إيمان قبل أن تكون عضو قيادة عامة ومسؤولة وطنية ما شاء الله لقسم المرشدات، هي قائدة فوج أو ابنة فوج؟ أكيد هذه حاجة باينة. أنا للمعلومات أنا لم ألتحق مبكرا بالكشافة الإسلامية الجزائرية، ما كانش عندي الفرصة ولكن ما خليتهاش جوزني والتحقت بالكشافة الإسلامية قبل فوات الأوان. طيب نقول لك وانا ابنة فوج كريم بالقاسم ببلدية الرعم من خدة ولاية تيزي وزو. فوج كريم بالقاسم مؤسس من طرف حداد ومحمد اللي هو كان محافظ سابق للفوج والان هو وقائد الفوج الان هو يزيد شكال اللي يحييه بالمناسبة لانه لولاه ما نيش هنايا في القيادة. وتأسس في 1997 ويعني من بين الأفواج يعني النشيطة في البلدية. البلدية جميل. طيب قائدة إيمان أنت ابنة فوج، ألا تفكرين بتأسيس فوج كشفي أو أن الاهتمام يعني بأولويات القيادة وانشغالات القيادة أخذ كل الوقت؟ أكيد أن انشغالات القيادة كثيرة ومسؤولية كبيرة، يعني الله يكون في عون كل الأعضاء وفي عون القائد العام يعني. ولكن فكرة أني نأسس فوج عمرها ما غادرت بالي، أني نأسس فوج مرشدات إن شاء الله بإذن الله راح تكون من في مخططات المستقبلية إن شاء الله. إن شاء الله يا رب. طيب قائدة إيمان بما أنك المسؤولة على هذا القسم يعني قسم المرشدات، كيف تقيمين المرشدات يعني بصفة عامة عبر مختلف الأفواج؟
يعني تواجد المرشدات في الكشافة الإسلامية الجزائرية؟ يعني سؤال في الصميم يعني الأخت ديهية، لأنه لكن هضرنا على نسبة الفتيات المنتسبات إلى الحركة الكشفية ولا صفوف الكشافة، يعني نقول أنها ضعيفة جدا، ضعيفة جدا مقارنة يعني بالفتى يعني ولا الكشاف، يعني القسم الكشاف ولا أقسام الذكور. طيب يعني سامحيني هنا نتوقفوا، يعني خليكم تفكر معايا هذه النقطة. قبل ذلك نخرج فاصل مشاهدينا الأفاضل ونواصل بعدها. تعرف بالقدرة على الفعل، بالاستطاعة على التجاوز، هي توجد بتعدد في الطبيعة كالأسطورة الضائعة محددة لتميز حليبنا والتي نسميها بالقوة. الحليب لرامي، حليبي قوتي. والآن رامياب القوة بالشوكولا. ألعب، أمرح، أتعلم، أكتشف موهبتي، أنمي قدراتي. بالقصص نتعلم، وبالألعاب نستمتع. نتربى على حب الوطن، الأخلاق، طاعة الوالدين ومساعدة الناس. ساعدتنا على التفوق في دراستي والاعتماد على نفسي ومحبة الناس لي. نقضي أوقات رائعة في الرحلات والخرجات والمخيمات. في الغابات نستكشف الطبيعة ونعيش قيم الأخوة، المحبة، التعاون. ببساطة هذه مرحلة الأجبال. في سن العاشرة تقدمت نحو عالم جديد مليء حقا بالاستكشاف. هي الرغبة نحو معرفة كل شيء ضاره ونفعه. فعقلي ينضج ومتطلباتي تكثر، شعاري دعوني أجرب. حياة الكشاف وداخل هذا الإطار مع رفاقي وتحت مأمورية قائد. نتعلم التفكير والعمل كفريق، التخطيط، الإنجاز والمساهمة كشباب فعال في مجتمعه. حبي لوطني ومعرفتي واعتزازي بتاريخ أجدادي دافع لازدهاري وتطوير بلدي. باختصار إنها مرحلة الكشاف. هو سن المراهقة، تتضارب الأفكار وتتغير النظرة من حولي بين عالم الطفولة البريء وعالم النضج والمسؤولية. الاندفاع، حب الاستكشاف، الفضول والمغامرة. خصائص سني. احتوتني الطالعة الكشفية لأبرز قدراتي وأسقل مواهبي ولبي رغباتي، وأعمل جاهدا لأخدم المجتمع ووطني. حياة الخلاء، الريادة، التكشيف، خدمة وتنمية المجتمع، محاور تستهويني لأفجر فيها قدراتي بإصرار وعزيمة. تلك هي مرحلة الكشاف المتقدم. هو سن الرشد، سن النجاح أو الهزيمة. هنا تعلو أصوات الحرية وتزداد الأعداد من حولي وتكثر معهم الأفكار البناءة والهدامة. داخل هذا المحيط أعود بنفسي إلى عشيرتي الكشفية. نعمل بجد لنختار من كل هذه الأفكار أنقاها وأصلحها. نتميز بإبداعنا، باختلافنا، بنقاش حاد مرة وليونة مرة أخرى، لنصل في الأخير إلى اتفاق يخدمنا كعشيرة ويقدم الإضافة للكشفية. في عشيرتي ومع إخواني نعمل معا، نفجر الطاقات لنصبح قادة الغد. ببساطة هي مرحلة الجوالة. إذا
إذن قبل الفاصل مشاهدينا الكرام، كان معنا عضو القيادة العامة والمسؤولة الوطنية لقسم المرشدات القائدة عفير إيمان. مرحبا بك معنا مرة أخرى إيمان. الله يسلمك. طيب إيمان، توقفنا على نقطة أو نسبة تواجد الفتيات بصفة عامة، وكنا نتحدث على قسم المرشدات بصفة خاصة، يعني تواجدها في الكشافة الإسلامية الجزائرية مقارنة بالعنصر الذكري، يعني ولا بفئة الكشاف. يعني كان هضرنا على نسبة الفتيات وانتسابهم للحركة الكشفية، قلت لك يعني هي نسبة ضعيفة مقارنة بفئة الذكور ولا فئة الفتاة، وهذا يعني بعد استلامنا مهام في القيادة العامة، يعني هذا ما نشتغل عليه الآن. يعني في السنة الأولى، يعني أنا التحقت في السنة الثانية من تم تزكيتي في السنة الثانية من القيادة الجديدة، القيادة الجديدة يعني كنا عملنا اولا مسح، او يعني درنا دي ستاتستيك حتى نشوفوا انه لاحق العدد وكيف علينا راح نطوره. يعني السنه الاولى كان فيها نشاط الاول اللي هو نشاط خدمناه مع المسؤولات الولائيات حتى نشوفوا يعني النسبه، يعني تشوفوا نسبه، ماشي غير نسبه، نشوفوا يعني كيف راه يمشي النشاط تاع الفتاه على المستوى المحلي، لانه صعب جدا انه المسؤول الوطني يعني يمشي ويتنقل لكل الولايات. لهذا جمعنا كل المسؤولات الولائيات، جمعناهم هنا في سيدي فرج، وكان يعني نشاط ناجح جدا، كانت يعني اكثر مشاركه اكثر من 100 قائده من مختلف يعني الولايات الجزائر. هنايا قدرنا ناخذ ولو واقع صغير من الواقع اللي تعيشه المسؤوله على المستوى المحلي. بعدها مباشره كان في خطتنا السنويه نظمنا نشاط المخيم الوطني الاول للمرشدات والمرشدات المتقدمات، يعني خدمناه كيف، ولكن هنا عرفنا قدرنا نعرفوا انه نسبه المرشدات مقارنه بنسبه الكشاف ضعيفه جدا، يعني ما قدرناش ما كنتوش تخيلوا انه يكون هذا الرقم يعني ضئيل جدا. لكن هذا كان مجرد دراسة واقع السنة الأولى. السنة الثانية مخططنا هذا العام هو أن نتابع الأنشطة، لأنه أعطينا الخطة السنوية الماضية، يعني السنة الثانية بالنسبة ليك والثالثة في القيادة العامة. في القيادة العامة بالنسبة لي أنا خطتنا من 2016-2017 هي أننا نديروا أنشطة ولا نخلو يعني النشاط يكون محلي أكثر حتى يكون استقطاب الفتاة أكثر. والفتاة يعني ماهوش مشكل، يعني نهضروا على المرشدة، القائدة هي المشكل الأكبر، هي المشكل، لأنه لو كانت تواجدت المرشدة والقائدة ما كانش، المرشدة أبدا ما تخدم مع القائد، ما تقدرش، لأن خصوصية المرشدة ما تلائمش أنه يكون قائد يقود هذه الفتاة، ولا أنه يكون يعني المسير تاعها، ولا طيب ربما هذا تطمين آخر للعائلة الجزائرية. لا يمكن، أنه لا يمكن. من المستحيل أنه قائد المرشدات يكون يعني قائد وليس قائدة. أكيد. وسط إيمان. وبعدها يعني رانا دايرين، وكان عندي نشاط يعني مؤخرا في 6 أفريل، يعني هو اجتماع كل مسؤولات الولائيات حتى نشوفوا أنه حتى نعود نشوفوا النسبة بعد ما درنا النشاط الأول في العام الماضي وهذا العام، يعني شفنا النسبة في تطور والحمد لله، يعني راهي تطور بالعقل، يعني ما نقدروش نقولوا أن النسبة من 18% ولا 8% توصل ل 30-40% هكذا، يعني لا، وإنما رانا نخدموا يعني في الخطة هذه السارية، يعني 2016-2017 عندنا نشاط ليكون نشاط إن شاء الله كبير 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 كبير، اللي هو سميناه الندوة الوطنية للقائدات، وهذه الندوة تضم كل أقسام المرشدات، كانت يعني من في مخطط المرشدات، يعني قسم المرشدات هو اللي اقترح الندوة هذه. وهذه الندوة واش راح يكون فيها؟ راح يكون فيها استدعاء قائدات الوحدات اللي تكون على مستوى الفوج، حتى أن نشوفوا ما هي الصعوبات، يعني تروحوا الأصغر يعني هي الأصغر ولكن هي الأكبر، لأنه لولا الفوج ولولا الوحدة العمل تكونش كبيرة ويندر في أو يندر في الأفواج، ما تكونش المسؤولة الولائية وما تكونش المسؤولة الوطنية وما تكونش يعني الهيكلة هذه ما تكونش أبدا. يعني راح نديروا لهم هذه الندوة حتى نشوفوا أنه الصعوبات اللي تلقاها هذه القائدة تلقاها في استقطاب الفتاة وفي استقطاب القائدات أيضا، وراح نحطوا خطة استراتيجية ما نخدموش بها غير هاد السنتين اللي قعدوا لنا في العهدة، وإنما تكون
خطة استراتيجية يعني ترسم في ال... ترسم إن شاء الله لعشر سنوات أو خمس سنوات إن شاء الله اللي راهي جاية، حتى نديروا أنشطة لتليق بكل بكل المراحل، سواء المرشدة أو المرشدة المتقدمة أو الجوالة، يعني تليق بالفتاة بصفة عامة في الكشافة بصفة عامة لاستقطابها. يعني نسيو نديروا كما نقولوا يعني سياسة إقناع أنه فيها راح نقدموا يعني برنامجنا وشنو هي الكشافة ونشرحوها ونفهموها، إقناع ومن جهة للفتاة وإقناع للفتاة عائلة الفتاة والمجتمع أيضا كامل المجتمع، لأنه كاين فئة المجتمع ما تعرفش أصلا شكون هي الكشافة وشكون هي الحركة الكشفية، أصلا ما تعرفش، لأنه في بالهم أنه الحركة الكشفية راحت مع الجدود وخلاص كانت في وقت في مرحلة ما في وقت الثورة ومن بعد خلاص، وهي لا، وإن نشاطها راه يزيد يكبر، وإن النشاط سرتو في هذه المرحلة، يعني لكن هضرنا في المرحلة في المجتمع، المجتمع يعني راه صعب مقارنة بال سنوات يعني الماضية. طيب إيمان، كنت تتحدي على النسبة الضئيلة لعنصر الفتاة يعني ولا عنصر المرشدات إذا ما قارناها بعنصر الكشاف. الآن ربما إيمان إذا قارنا هذه الفئة، فئة المرشدات، قارناها بفئة الزهرات، هل هناك نقص يعني باش نعرفوا إذا كان هناك تسرب؟ يعني الفتاة كي تكون في قسم الزهرات أسكو تواصل تطلع القسم المرشدات، أم أنه هناك تسرب يعني يخليه الكشافة وهنا الأمر راح يكون أخطر؟ هي من الزهرات للمرشدات هناك تواصل. جميل. لأنه إحنا نشوفوا الفئة العمرية كل يوم من 6 سنوات ل 14 سنة نلقوهم كامل متواجدين، لكن أنه on dépasse l'âge de 14 ans حتى ل 18 ans نلقاو تسرب عظيم، اللي هي المرشدة المتقدمة والجوالة، مع أنه مرحلة المتقدمة والجوالة هي مشروع قائدة 100%، لأن الجوالة مباشرة راح تكون مساعدة قائدة مباشرة. وهذا ربما من بين النقاط اللي راح ندرسوها في أعدادنا المقبلة، يعني راح ندرس هذا التسرب اللي راح يكون من مرحلة المرشدات إلى مراحل أخرى متقدمة من عمر الفتاة وانتسابها للكشافة الإسلامية الجزائرية. ربما كما تقولي إيمان هناك عمل كبير وهناك يعني خطط استراتيجية ستوضع لدراسة أو لإقناع عنصر الفتاة، ومن بين هذه الخطط ومن بين هذه يعني المحاولات برنامج متعة الكشافة، يعني نحن نتواجد في خدمتكم وفي خدمة الكشافة الإسلامية الجزائرية، وأيضا إقناعا للعائلة الجزائرية وإيصالا منا بصورة حسنة، صورة يعني صورة ربما ممتعة شيقة واضحة صافية خالية من كل الشوائب. ربما هناك من يحمل صورة عنده يعني صورة غير لائقة عن الكشافة، يقول فقط ربما هي حياة خلاء ومتعة وسفر وإلى غير ذلك. أنا كنت هضرت لك على مفاتيح النجاح، وكنت هضرت لك على المناهج أنها هي مفتاح نجاح للفتاة ولا للفتاة، يعني أنا ما نظنش أنه مفتاح النجاح يقدر يكون حاجة أخرى أبار أنك يعني تدربي تخلقي هذاك المواطن الصالح وهذيك الفتاة الصالحة اللي تبني وتشيد هذا البلاد تاعنا يعني الجزائر، وتبني أجيال من يعني بعد يعني. إلى ركن النشاط المتميز، هذا الركن المملوء بالمتعة الكشفية، نشاطنا لعدد اليوم لاقى استحسان كبير من أعضاء المنظمة الكشفية خارج الوطن قبل الداخل. تابعوا معنا هذا الفيتيار مشاهدينا، وبعدها لن عودة. معكم أخوكم أمين برايهوم من ولاية ميلا، فوج شهيد عمار قوي. معكم الجوال عبدالعزيز عبدالله الراشد من المملكة العربية السعودية من منطقة الرياض.
معكم الجواد محمد فوز الدرسي كشاف ومرشدات ليبيا بقيادة القائد علي شمسي. حب نشكر الكشافة الجزائرية الإسلامية على استضافتهم لنا المخيم الأول الدولي على الثلوج بجبال أبويرة، ونحب نشكر القادة الذين أتحوا لي هذه الفرصة من أجل حضور هذا المخيم. هو كنت متحمس أني أجرب السفر للجزائر، بنشوف كيف التقاليد وكيف العادات وش الأكلات الموجودة عندهم، هل هم نفسنا هل هم غير وكيف العادات والتقاليد. فالحمد لله وصلت الجزائر وشفت الأجواء، شفت المناظر الطبيعية الخلابة، شفت الجبال ما شاء الله الرفيعة والأخضر، كل الجزائر خضراء ما شاء الله تبارك الله. هو برنامج تاع المخيم كان مميز جدا، منظم بشكل جيد جدا ومختلف من جهة التنظيم. شوف المخيمات العادية يجي مثلا في النهار في عدة أنشطة، المخيم على الثلوج فيه كل نهار والنشاط تاعو نشاط واحد. بزيارتي للجزائر أول مرة يعني نزور الدولة هذه، الدولة الجزائرية، شفت مناظر غير طبيعية، مناظر خلابة من الطبيعة من الثلوج. ناسها أطيب ناس ما شاء الله تبارك، الكل يدرونك من السعودية، نصور معاك، ناس حبيبة جدا زي العسل زي ما يقولون. مناظر جميلة جميلة، ونحب نشكر جميع القادة الذي خلونا منهم القائد أبو زيد، فسحنا في الجزائر ورانا مكانات روعة روعة روعة، منها الجبال أبويرة، جميع الدول مشينا أخذنا الحضارة الجزائرية، عادات وتقاليد الجزائرية، من الأكلات من المعدات الحضارية. هو الاندماج كان كأني نعرفهم من قبل نورمال، ما ماشي واحد جديد عليك جيت مجيني منه ولا نورمال، درت كأنما صديقائي اللي هين بعد كيف بدينا مع الأول ما نعرفوش بعضنا، بشوية حفظنا اسماء تاع بعضنا نعرفوا بعضنا، واحد ميلي واحد مطارف واحد منا ولينا نورمال صديقاء نورمال. ما كانش ديفيرونس بين واحد جزائري واحد سعودي واحد هولندي، ما كانش تسمع اختلاف كيف. اتمنى انهم يكونوا مش اول تجربه، نبي ثاني تجربه وثالث تجربه من اجل نشر هذا المخيم على مستوى العالم، مش دولي بس، منها تو احنا ليبيا والسعوديه وبولندا شاركت. اتمنى ان يكون جميع الدول الوطن العربي تشارك في هذا المخيم، انه مخيم جميل تجربه جميله، ومشكورين القادة المساهمين على هذا المخيم وموفقين. الكشافة الجزائرية شفتهم في ما شاء الله انضباطية، مثلا القائد هو اللي بيقول كلمة خلاص الكل يطبق ما حد يفتح فمه، وما شاء الله كلهم زي ما يقول عندنا شغيلين، يعني ما شاء الله على ما تقولهم الشباب يلا نمشي يلا نشتغل يلا نسوي الشيء هذا. يلا عندنا مثلا الحفل السمر كله مشعلل ما شاء الله، من الصيحات من الضحك والسواليف والكل ما شاء الله. هاتوا الحقائب هاتوا الحبال.
الحالة وهيا معنا، هاتوا الحقائب هاتوا الحبال، في الغابة تحلو أيامنا وإلى العلا تعلو الجبال. المخيم الدولي الأول، صراحة أنا كنت متحمس للثلوج صراحة، وانبسطت لما كان فيه يوم اللي هو مسيرة في الجبال ومسيرة على الثلوج، لأنه بالنسبة لنا عندنا في السعودية ما عندنا ثلوج في المنطقة الوسطى خصوصا لأنها حارة وفي الشتاء يصير جاف فما في ثلوج أبدا. فمتحمسين أن كنا من البداية نحن والشباب الوفد السعودي كلهم كانوا متحمسين عشان الثلوج كله، فجينا وشفنا الثلوج الحمد لله ولعبنا فيها. والمخيم يعني منظم كامل من الصباح، مثلا نقوم الصباح نفطر بعدين نطلع الحافلة على نفس الجدول اللي أرسله لنا في السعودية قبل لا نجي، تطبيق كامل للجدول ما شاء الله. تعرفنا على بعضنا واجد، تعلقنا في بعضنا، مش عارف لحظة الختام كيف بيتم. لحظة الختام هذه لحظة صعبة. على خطى أجدادنا الأمازيغ نمضي إلى الفخار ومثلهم نمضي. كنت مع صديق أربع أيام ولا خمس أيام، تعرفت عليه وتعلقت به في وقت الخلاف تفرق، كنت تسافر ليبيا وتسافر السعودية، ما فيش ما تريحش إلا لما إيش تراسل. لكن إحنا خذنا إيميلاتنا على الفيس وتواصلنا مع بعضنا إن شاء الله، وتدوم صداقة طويلة ونتلاقوا في مخيمات جديدة، وتكون حتى نزور الجزائر مثلا، مش كشاف مثلا، نزور الجزائر مواطن عادي نلقى أصدقاء الجزائرية يستقبلون. والله أتمنى كل الكشافة السعوديين يجون يجربوا كيف كانوا، كيف جربنا نحن الثلوج وكيف جربنا المخيم في الجزائر صراحة، لأنه لا من الجوالة ولا من القادة الكويسين ما شاء الله، يعني رحابة صدر واستقبال مرة كويس وجميل جدا. الكشافة الجزائرية استقبلونا استقبال كأننا نعرف أرواحنا من زمان. أتقدم بالشكر لقادة المخيم على كل ما سووه من استقبال، من حفاوة، من جميع الأنشطة، من جميع الأشياء. وتقدم بالشكر جمعية الكشافة العربية السعودية، أتاحت لنا الفرصة في المشاركة في المخيم، وتحت لي أنا شخصيا في المشاركة في الوفد السعودي ضمن الوفد السعودي. نحب نحيي القادة المساهمين على هذا المخيم، موفقين لقادة المخيم اللي عملوا باه يخليوا هذا المخيم ناجح 100%. المخيم الدولي الأول للثلوج، الثالث من نوعه في العالم والأول عربياً، رفعت فيه الكشافة الإسلامية الجزائرية التحدي في أعالي جبال تيكجدا، فتركت انطباعاً رائعاً في ذاكرة كل المشاركين. قائد إيمان، نشاط بهذا الحجم أكيد أخذ منكم يعني وقت وجهد في التحضير على مستوى القيادة العامة، كيف تم التحضير لهذا المخيم ومن أين جاءت فكرة تنظيمه؟ كما قلتي الأخت دي، هي أخذت منا مجهود كبير، وهي كانت يعني في الحقيقة فكرة القائد العام هو اللي اقترح علينا فكرة مخيم دولي على الثلوج الأول. وكما نقول لك بدون تردد قسم الجوار يعني خذا كل يعني هو نظم هذا الاخر يعني بمساعده الاقسام الاخرى يعني ومساعده الاعضاء القياده العامه، كلهم كانوا يعني مجندين لهذا النشاط لانه نشاط دولي، وشاركت يعني ما كناش نتوقعوا مشاركه من دول يعني اخرى، يعني جاز روعه المخيم. طيب إيمان، ربما المخيم الدولي للثلوج هذا الذي كان تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة لم يكن فقط فرصة للمتعة والترفيه، وإنما كان دعما وكان سفيرا للسياحة الجزائرية، وأيضا فرصة لاستكشاف الثروات التي تزخر بها البلاد. إيمان، هل مثل هذه النشاطات
تأخذ بعين اعتبار هذه الجوانب، خاصة عندما يتعلق الأمر بنشاطات دولية يعني وفيها ضيوف ومشاركين من مختلف دول العالم؟ يعني هل تأخذ بعين الاعتبار الجانب السياحي، الجانب الاجتماعي، الجانب الثقافي للمجتمع الجزائري بصفة عامة؟ أكيد، يعني إحنا في تنظيم الأنشطة الجانب السياحي عنده يعني ضوء، عنده يعني كما يقولون نديروا له دراسة يعني مهمة جدا. وأنا يعني نهضر لك، يعني احنا كنديروا انشطه وطنيه اصلا، كاين فتيات اللي شاركوا ولا المشاركين يعني بصفه عامه هنا في الوطن ما يعرفوش ولايتهم، ما يعرفوش يعني ولايه الوطن. يعني احنا يا يعني نكتشفوا اولا علاش اشافوا كنديروا انشطه نبدلوا الولايات، كل مره شكون ولايه تحتضن، حتى انه نتعرفوا على كامل الجانب السياحي تاع بلادنا. احنا اولا ما نعرفوش الجانب السياحي تاعنا تاع بلادنا، يعني الكشافه تعطي فرصه ايضا لهذا الجانب وتكتشف وتسوق، يعني تسويق يعني بطريقة يعني نقولوا بروفيسيونيل عن طريق الأنشطة اللي تديرهم. مثلا المخيم الدولي على الثلوج القصادة، لأنه يعني حتى المشارك البولوني كي جا هما عندهم ثلج وعندهم يعني الجو تاعهم شتوي أكثر من ما هو يعني كيما حنايا، لكن قال لي ندهش، قال لي كاين ثلج هنا وكاين شمس وشاف جبال، قال لي يعني راني مندهش، قال لي راني مندهش حقيقة، راني مندهش في ربما لا نعرف قيمة ما نملك في هذه البلاد. أكيد أكيد، وقلت لك الكشافة هي المسوق، يعني تسوق للسياحة الجزائرية. طيب كنا نتابع قائدة إيمان انطباعات القادة وانطباعات الجوالة المشاركين في هذا المخيم، يعني كلها انطباعات ما شاء الله كلها، وحتى الأنشطة يعني أنا شخصيا غيرتني هذه الأنشطة وتحصرت أني كنت غائبة على هذا المخيم ولم أحضر هذه الأنشطة. يعني كيف حسيتوا انطباعات سواء من خارج الوطن أو من الداخل؟ يعني كي تسمعوا انطباعات مثل هذه، هل يعني تقول باللي تحسوا أنه نشاط مثل هذا نجح وتخليكم يعني تحسنوا أحسن في دورات أو ربما في طبعات أخرى مقبلة؟ الأخذية هو أنه شوفي الجوال كي جا حط يعني الأمتعة تاعو، حط يعني الحقيبة تاعو مباشرة، يعني حب يدخل في النشاط مباشرة. أنا كنت مجد اسم النشاط جذاب، جذاب يعني ومثير جدا، يعني كانوا يعني متحمسين أنه يشوفوا برنامج ويشوفوا وش كاين. وانا كنت في الاداره، يعني كنت خدمت مع القائد بوزيد في الاداره، وشف يعني يقولوا لنا اعطونا برنامج واش راح نديروا، يعني الكلمه جا مخيم دولي على الثلوج يعني عنده يعني معنى كبير جدا. نشوفوا يعني جاونا القاده ولا الجواله من الصحراء، يعني اول مشاركه لي، اول مره يشوفوا ثلج. جميل، اول مره يعني كانت يعني على بالش كيف تحسي يعني واحد المتعه، استمتعوا يعني حقيقه استمتعوا، كانت انشطه يعني مضبوطه وانشطه يعني تليق مع المرحله السنيه تاع الجوال. طيب كنا نشاهدوا دائما في الفيتيار إيمان، يعني المخيم كان مليء بالمتعة، مليء بالتشويق، مليء بالاستكشاف، وانت كنت حاضرة طيلة أيام المخيم قائدة إيمان، وش هي ربما أبرز الذكريات اللي طبعت في الذاكرة؟ خاصة وإحنا كنا نحكوا في الكواليس هناك مواقف طريفة صارت مع الروسي الجزائري أو البولوني الجزائري الأعلم. هي كان كنا في يعني في وقت العشاء، وانا كنت مسك الفب القائد البولوني اني نشرح له ونترجم له يعني واش هم يقولوا القاده، وكان معنا جوال، كان قاعد معايا جوال من ولايه ميلا، والجوال اللي كان قاعد معايا من ولايه ميلا يعني شبه يعني في الفيتيا شبه البولوني. بعد جوال اخر يساله يقول له وات يور نيم، استاذ يقول له ما اسمك، ويعاودها لهم. بعد قال لي قائد علاش ماهوش يجاوبني، ما يعرفش اونجلي هذا. وبعد قلت له لا قلت له هذا جزائري. يعني جزائري يعني المخيم هذا ما اكتشفتوش السياحه في البلاد فقط، اكتشفتوا حتى الروسيين اللي كانوا في الجزائر. طيب قائدة إيمان، نروح لجانب آخر من هذا النوع من الأنشطة، يعني هذه الأنشطة الكبيرة واللي عندها صدى واللي تركز على جوانب مختلفة تفيد البلاد وتقدم صورة جميلة سواء للعائلة الجزائرية عن الجزائر أو للعائلات أو الضيوف المشاركين من بلدان أخرى عن الجزائر. بالنسبة للتمويل قائدة إيمان، هل تلقون الدعم من طرف الدولة من أجل تمويل هذه النشاطات أم تعتمدون على إمكانيات المنظمة فقط؟
يعني كان نهضروا على الجانب المادي، هو الجانب الصعب جدا، حتى وإن عندنا تمويل من الدولة كما قلت لي من وزارات ولا، لكن هذا يبقى غير كافي. أنك تمولي 48 ولاية وأنك تشرفي على أنشطة كما النشاط تاع المخيم الدولي للثلوج، يعني نشاط يعني ثقيل جدا، يعني ماديا ما تلحقيش انك تخدمي، يعني راح تكون ميزانيه تاع سنه كامله او سنتين كاملتين تحطيها في المخيم. ولكن هذا ما منعش انه رانا نخدموا على مشروع انه ندخلوا الى حتى انه يكون عندنا ديسبونسورين كما يقولون من رجال الاعمال، ولا هي تكون صعبه جدا، ولكن احنا راح نحاولوا ونظلوا نحاولوا يعني حتى. جميل، هذا ربما كان سؤالي ليك، سؤالي اللي كنت راح نتوجه به قائدة إيمان، يعني الخواص أو السبونسورينج أو رجال الأعمال. يعني أظن أنه مثل هذه النشاطات الهادفة ومثل هذه يعني المخيمات ومثل هذه المشاريع اللي فيها هدف وفيها رسالة وفيها ميساج وفيها تحسين عن صورة الجزائر، أظن أنها تستحق التمويل. يعني أنا شخصيا أظن أنها تستحق أني أضع فيها مبالغ محترمة من أجل إنجاحها ومن أجل إيصال صورة جميلة. يعني نحن نعمل على هذا الأساس، نعمل أن نقنع هذا رجال الأعمال يعني والخواص بصفة عامة، نقنعهم أنه هذا النشاط يعني حتى وأنه ما راحش يكون يعني كما يقولوا إشهار للعلامة تاعك ولا، راح يكون عندك فائدة لأنك راح تخرج رجال، راح تخرج نساء اللي راح يعني يوما ما ياخذوا، يعني هما راح يكونوا يعني من صناع القرار في هذا البلد، راح تساعدهم أنهم يطلعوا يعني في يطلعوا مستواهم. مشعل هما أيضا وفي يوم من الأيام يمولوا. وحنا الكشافة الإسلامية تعمل على هذا حتى أنه حتى الفرد يقدر يوما ما يولي يقدر ياخذ قرار، يولي من صناع القرار، يولي من السياسيين الكبار اللي نشوفوهم، يولي حتى نشوفوهم في جميع المجالات، يعني تمويل باش يكونوا هذاك يساهم في تكوين هذاك الشخص حتى يصبح يعني يوما ما قادر يصبح من صناع القرار، قادر يصبح في اطارات، يصبحوا كوادر واطارات في الدوله ان شاء الله مختلفه. طيب قائدة إيمان، ماذا عن النشاطات المتميزة في قسم المرشدات؟ يعني القسم المرشدات قلت لك يعني عرف يعني ما نقولوش يعني ركود شوية في السنوات الماضية، وإنما هدفنا هذه السنوات يعني في العهدة يعني نتاعنا راح نسيو نحييو هذا المنتوج، لأنه المرشدة هي منتوج راح تكون متقدمة قلت لك، وراح تولي جوالة وراح تولي قائدة يعني قائدة. من بين قلت لك الأنشطة، كنت هدرت لك عن الندوة يعني الوطنية. هي يعني من الأنشطة المتميزة لهذا العام، يعني لازم يعني في الأخير راح نخرجوا من توصيات هذا الندوة أن نخرجوا بخطة استراتيجية وكيفية استقطاب هذه الفتاة والمحافظة عليها في هذه الحركة في الحركة الكشفية يعني. إن شاء الله. طيب مشاهدينا الأفاضل، ننتقل بكم إلى ركن الموهبة لنكتشف موهبة أخرى من مواهب الكشافة الإسلامية الجزائرية. تابعوا معنا هذا الفيديو. ألو غكايا، حبك عودي حمزاتك. الزهرة حلمة خيش من فوج ملك بن نبيلة جناد ولاية بومرداس. أولاً الموهبة تاعي، عندي زوج مواهب، عندي موهبة تاع التمثيل وتاع التنشيط. مناسبات مخيمات كنت نمثل وفي نفس الوقت ننشط. بعد ذلك اكتشفت بلي يعني عندي موهبة تاع التمثيل تاع التنشيط، وكان القايدة تاعي هي اكتشفت لي هذه الموهبة، قالت لي بلي انتي تنشطي مليح وتمثلي مليح هكذايا. انه الممثل يكون شغل
شو أقول لك، يكون عنده إحساس شعور، ويكون كذلك يكون شو اللي يحفظ به بيه، مش يقعد مع ما تقريبا شر وهو يحفظ بك في جملة. وفي التنشيط استفدت بلي المناشط لازم يكون مش معقد، يكونش معقد، ويكون عنده الألفاظ وشو التحركات تاع اليدين وهكذا. كل حاجة ديري له الماء أجل نقول الموهب تقريبا الموهب كاع ملاح، ما كاش موهبه ماشي مليحه. نقول زعما انا كاني في التمثيل راني في اسمو معناتها تاعي مليحه كاع عليهم. نقول بلي كاع الموهب راه ملاح. وتاني كاين الزهرات، ما كيفاش يختار هذه الموهبه؟ يعني هما كي يحسوا بلي هي ملائمه ليهم عبي يختاروا. اي حبوها وما يبداو يطولوا فيها بعض الشيء حتى يولوا كيما نتوما. كيما كنتوا صغار كانتكم موهبات تحبوا ديروا هذه تاع التصوير اعلام هكايا، وما كي كبرتوا هاكو طورتوا هاكو تجوا هكا. عندي زوج احلام، سواء نكون طبيبه ولا نكون صحفيه او شغل مذيعه تعمل في الأخبار صحفية. ما شاء الله، يعني زهرة عندها كل شيء لها، زوج مواهب، زوج أحلام، كلش بالإثنين ما شاء الله. طيب ربما تعليقك على هذا الفيتيار، وربما تكون يعني أنت تعرفتي وتلاقيتي بهذه الزهرة في العديد من أكيد النشاطات. أكيد تلاقيت بها، وكانت منشطة السمر الختامي على ما أظن مخيم العام الماضي يعني للأشبال والزهرات، كانت منشطة رائعة جدا. صح تقول عندي موهبات منشطة، هي منشطة يعني رائعة. مثل هذه المواهب رانا نشوفهم ورانا نكتشفوهم في الأفواج، وعندنا مواهب ما نقولوش غير مواهب، عندنا مم اختراعات. يعني راح نذكر على سبيل المثال اختراع مانيش معرفه اكزاكتومون الاختراع نتاعو، هذا الجوال هو من ولايه سطيف، الجوال براء، يعني عنده اختراع متعلق بالطاقه الشمسيه، ويعني الطاقات المتجدده فوالا. يعني تم اكتشافه في الكشافه الاسلاميه الجزائريه. والكشافه الاسلاميه الجزائريه ما هو يعني الحاجه المليحه فيها؟ ان تتابع هذه المواهب، انها ما تخليهاش تروح هكذايا، تفجر ايضا طاقات. أكيد ربما كاين فتيه ولا كاين فتيات تكون هذه الموهبه مخبيه، يعني تحتاج انه فقط تحتاج ربما مساحه انها تنفجر. هذا هو الهدف من انه القائد كي يكون متبع الفتى والفتاة انه يفجر منهم لانه من المستحيل شخص ما عندوش قدره على فعل شيء، ما تكونش عنده موهبه، وانما تكون عنده قدره على فعل شيء ما او المساهمه في فعل شيء ما، ويكون يعني جيد في بعض الجوانب ويكون يعني ماشي جيد في بعض الجوانب، يطورها. هذه هي دور القائده، والقائده يعني المبدعه والقائده اللي تتابع هذا الفتيات عندها القدره باش تكتشف. طيب وحال المواهب في قسم المرشدات قائده ايمان؟ يعني لحد الان ما اكتشفناش مواهب، وانما في المخيم يعني اكتشفنا موهبه تاع مرشده من ولايه ورقله اسمها رحلي، ولا وانما هي تعرف تستعمل باوربوينت يعني بتقنيات عاليه، اما ما تقدريش تتصوري كيفاش تخدم الباوربوينت وكيفاش خدمت، كيفاش القائده تاعها هي اللي اكتشفتها. من بعد هي ولات تدير دورات للمرشدات، المرشده اصبحت تدير دورات باوربوينت للمرشدات، وان شاء الله راح نكتشف مواهب اخرى للمرشدات من خلال ركن موهبه في برنامج متعه الكشافه. نروحوا لركن اخر قائده ايمان في برنامج متعه الكشافه، هذا الركن اللي راح نختبره فيه ذاكرتك الشخصيه ان شاء الله بعد هذا الجنجل. طيب قائده ايمان تابعي معنا هذه الصوره،
اللي راح نكتشف فيها ربما قوة الذاكرة، ماذا تمثل لك هذه الصورة قائد أيمن؟ هذه الصورة كانت يعني في طابور الصباح، أول يعني أول يوم بعد أول يوم في المخيم الوطني الأول للمرشدات والمرشدات المتقدمات. هذه كانت كلمتي في طابور الصباح رغم التعب، يعني كانت كان مكان المخيم بعيد شوية، كان في ولاية تيفازة اللي احتضنتهن في بلدية الدموس اكزاكتومون. كان تعب، يعني تعب السفر وعناء السفر، ورغم ذلك يعني نصبح ودرنا طابور الصباح. و من أصعب الأشياء أن الواحد ينوض صباح بكري، أكيد. وهي يعني لازم نوضوا بكري في المخيمات، لأن لا يسعنا الوقت أن نديروا كامل النشاطات، لازم نوضوا بكري. يعني هذه من المرشدة، يعني نوضوا صلاة الفجر لازم، يعني نوضوا هذه من يعني أركان المخيم، يعني لازم في برنامج المخيم يكون عندنا صلاة الفجر، وينوضوا كامل المرشدات يؤدوا الصلاة تاعهم، بعدها مباشرة يتناولوا الوجبة يعني الفطور تاعهم الصباحي. من بعد طابور صباح اللي هو طابور صباح يكون فيها رفع العلم والنشيد الوطني. طيب يعني بعيدا على هذه الصورة قائدة إيمان، ربما من خلال يعني بعد التحاقك للكشافة الإسلامية، وش هي أجمل الذكريات اللي طبعت في ذاكرة القائدة إيمان؟ هناك كاين بزاف ذكريات، يعني خصوصا في الفوج تاعي، لأنه عشت بزاف معهم يعني أشياء جميلة. ولكن كاين حاجة يديروها لي كل يوم، سواء في المخيمات ولا في الخراجات الخلوية، أنهم يسرقوا لي الحقيبة تاعي ويخبوها في أول نقطة. يعني أنا من الأشخاص يعني اللي الحقيبة تاعي توفر فيها كلش، ما يخصها والو، كلش يعني فيها كلش في أوسر حاجة. يعني هذا القائد تاعي، قائد الفوج تاعي، يعني هو معروف عليه أكل، كما نقول يحب يأكل، حقيبة تاعي فيها الأكل كل يوم يسرقها. طيب يعني نقول لكم مخيمات القادمة حقيبة إيمان دائما في الخدمة. قائدة إيمان، الكشافة الإسلامية الجزائرية لا تحتوي فقط على مواهب، ربما هذه المواهب يعني لتكون في مجالات متعددة طوروها إلى أنه ركن إبداع، يعني خصصناه لخدمة المنظمة الكشفية، يعني بصفة عامة وبصفة خاصة، يعني خدمة كل جوانب المنظمة الكشفية، إبداع الكشاف في حد ذاته أنه يخدم هذه المنظمة اللي هو ينتمي إليها. يعني الفيديو اللي شفناه يعني تعد من بين الحملات ولا الجوانب اللي تهتم بها الكشافة الإسلامية في خدمة وتنمية المجتمع. يعني قسم خدمة وتنمية المجتمع أو مجال خدمة وتنمية المجتمع في الكشافة الإسلامية يعد من يعني نقولوا عمود فقري في الكشافة الإسلامية. يعني موجه لماذا؟ مباشرة لأنه للمجتمع. موجه للمجتمع مباشرة للمجتمع. أنا شفنا حملة تحسيسية ضد المخدرات، يعني كيفاش يكون دور الكشافة الإسلامية في الوقاية من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة جدا لا يتمس يعني أبناءنا وبناتنا، يعني ماشي غير الكبار دوكا، ماناش نشوفوها يعني الشباب وإنما نشوفوا في على مستوى يعني المتوسطات، على مستوى يعني ثانويات، وهذا حاجة مؤسفة جدا، يعني حاجة مؤسفة. لكن الكشافة الإسلامية رغم صعوبة الأمر ما استسلمتش، وإنما دائما تعاودوا تدير حملة تحسيسية وتعاودوا تدير حملة تحسيسية، وهذا يعني لم يستفدش واحد اليوم يستفد غدوة ويستفد غد من ذاك، لأنها تعمل على المدى الطويل. يعني أكيد وما نهدروش غير الحملات التحسيسية يعني ضد المخدرات، وإنما عديد أنشطة على عديد الأنشطة، منها التربية الأمنية اللي فيها يعني الموضوع المهم اللي مشاهد العام هو مخاطر الانترنت في الوسط يعني المراهقين. رانا نشوفوا كوارث الانترنت اصبح للبعض سلاح ذو حدين للاسف، ما حتى انه يعني المراهق كيستعملوا ولا له، ما على باليش انا كيف نقدر نقول لك يعني ولا خطر من انه حاجه ايجابيه، لانه سوء الاستعمال هذا يعني لوتي هذا دانفورماسيون كسر كامل المجتمع، كسر مجتمعات وعلى بنا يعني وهذا هو ربما دور ركن ابداع اللي راح نكتشف فيه الكثير من المواهب الكشفيه التي ستحاول تسويق الصوره
وتسويق صورة المنظمة الكشفية يعني، وربما مختلف النشاطات اللي راهي تقوم بها يعني أيضا من جانب آخر من جوانب النشاطات والجوانب الكشافة، أنه ربما تقوم بالعديد من الأعمال التربوية والحملات التحسيسية والنشاطات، يعني نشاطات كثيرة داخل المجتمع الجزائري للعائلة الجزائرية ما تشوفهاش ما تلحقهاش هذيك الصورة تاع هذيك الحملة ولا ذاك العمل الذي يقوم به شباب يوصلوا رسالة للشباب في مثل يعني فئتهم العمرية. يعني هذا النشاطات للأسف تقام على مستوى تقام في المجتمعات لكن تغيب صورتها، لا تسوق، لا تصل للعائلة الجزائرية. أكيد، ويعني من هذا الفضاء يعني أنه احنا هذه فرصة لنا أنه نوصلوا يعني الرسالة النبيلة اللي تحملها الكشافة الإسلامية والهدفها النبيل ولا هو هدفها التربوي، يعني أنك تربي جيل ذو أخلاق سواء دينية وذو يعني مبادئ، عنده مبادئ ويحتفظ فيهم، يعني وين ما يروح يعني وين ما يسافر مبادئه دائما مبادئه هي الواجب نحو الله، الواجب نحو الوالدين والواجب نحو الوطن، يعني ما نظنش كاين مبادئ أكبر من هذه. طيب شكرا لك قائدة إيمان. إذا ربما يعني حلاوة الجو حلاوة الحديث معك قائدة إيمان وهدوء المكان بالمخيم الكشفي الدولي خذا منا الوقت بلا ما نحس به. للأسف نصل إلى ختام برنامج عدد اليوم من متعة الكشافة، ربما كلمة أخيرة أو رسالة توجهها القائدة إيمان، تفضلي. اولا اشكر القناه الهجر يعني على هذه الفرصه اللي عطتها لنا كما قلت لك مؤخرا يعني منذ قليل، يعني وانا حبيت يعني رساله نوجهها لكل الامهات لكل الاباء انه الكشافه الاسلاميه هي مدرسه، يعني كاين مدرسه صح معلمه وكاين واسمه، لكن هنا تلقى مدرسه اللي فيها اخت اللي فيها قائدة اللي فيها أم اللي فيها أب اللي فيها إخوة يحموك اللي فيها إخوة يربوك وأخوات. يعني ما نظنش أنه وقت الفراغ تاع الفتاة يروح أنها أمام التلفاز ولا أمام مع البيشانة تخرج برا، ولا أنه نظن أنها وقت فراغ تقضيه في الكشافة الإسلامية وتتعلم وتتطور وتتدرب، ما نظنش كاين أحسن من هذه. شكراً إيمان، شكرا على هذه الرسالة الجميلة. طيب بهذا الرسالة الجميلة مشاهدينا الأفاضل نصل إلى ختام برنامج اليوم أو عدد اليوم عفوا من برنامجكم متعة الكشافة. تقبلوا مني أسمى التحيات، شكرا لكم ولطاقم التقني العامل معي هاته الأمسية، وإلى اللقاء. الحليب لرامي حليبي قوتي. يقدم لكم هذا البرنامج برعاية رامي.